شيخ عندك مثال حي على فتاة توفيت على منظر سيء أو خاتمة سيئة؟ طبعا المغسل أو المغسل أول ما يبدأ في الغسل يشاهد الميت. ليش؟ البعض منه يذهب للخياطة عشان يروح يعمل له التفصيل واللياقات والكم والهذا. فبالنسبة للمغسل، المغسل أول ما يشاهد الميت يفصل له الكفن، مجرد النظر يفصل له الكفن، ما يحتاج يجيب متر ويقيس من هنا 60 ومن هنا 30، خلاص يعتها متعود دائما. فتقول يا شيخ، اتصلت فيها تقول يا شيخ، أول ما كشفت عن وجه هذه الفتاة شفت وضعها غريب مريب. قلت يعني كيف وضعها مريب؟ قالت ما أقدر أتكلم يا شيخ، في عندي أهلها. قلت أطلعين برا يعني في السيب وكلميني. طلعت الأخت المغسلة قالت يا شيخ شفت وضعها غريب، يعني أول مرة يمر عليه في 11 سنة، غسلت القصاص، غسلت حوادث، غسلت المحروقة، غسلت المعفنة، لكن المنظر هذا أول مرة يمر علي. شنو فيها؟ فقلت لها إيش اللي فيها؟ قالت يا شيخ يعني ما في حاجة أقول لك. يا قلت لها لا قولي لي، ما في حاجة. قالت يا شيخ لقيت يعني وضعها غريب. كيف وضعها غريب؟ قال لقيت يدها اليمنى على وسطها، ولقيت رجلها اليسرى هذه مرفوعة على رأس أصابعها. طيب قلت والثاني يدها الشمال؟ قالت يدها الشمال فوق رأسها كده. فقلت لها طيب حاولت تعدليها، تعدلي اليد إلى المفرد وتعدل هذا؟ قالت حاولت يا شيخ، لدرجة إني لو اتكيت عليه حكسرها. ويقول عليه الصلاة والسلام كسر عظام الميت ككسر عظامي وهو حي. فعشان كذا اتصلت يا شيخ بك عشان أقول لك إيش أسوي. قلت هاتي فوطة وبليها بماء دافي وحطيها على اليد، وحطيها على اليد الثانية وحاول إنزالها. قالت سويت يا شيخ، مو بالفوطة، حطيتها بموية حارة وأبد تنزل. قلت طيب أسألي أمها، أسألي أقرب الناس لها. قالت ما فيها حاجة يا شيخ. قلت ما فيها، أسألي، خذي على جنب وأسألي مش قدام المجتمعين. فتقول المغسلة أخذت الأم على جنب وقلت لها كيف يعني كيف وضع بنتك زي ما انت شايفه، كيف وضعت؟ قالت والله انت بتقول يا شيخه ان امها لما ماتت وجابوها الغرفه كانت طبيعيه، لما جات المغسله صار وضعها كده. استغربنا في الحكايه دي. قلت لها طيب ايش سبب، كيف ماتت؟ فشوفوا يا اخوان الحكمه في كيف ماتت هذه الفتاه. تقول يا شيخ امها بتقول انهم استدعوا الفرح، فرح لازواج، استدعوا لهذا الزواج. فراحوا للزواج زي المعازيم وجلسوا في الصف الاولاني، ثم بدا الغناء. تقوم يا شيخ اختي، تقوم بنتي تستمع الى احد الاغاني اللي تفضلها، الاغاني اللي تفضلها تقوم تستمع، ما تمالكت نفسها فقامت تجري وطلعت على خشبه المسرح ترقص. وتقول يا شيخ ما هي الا لفه اخذتها، لفة وتطيح على خشبة مسرح العرس وهي ميتة. غطيناها وشلناها في الغرفة حقت قصر الأفراح، في غرفة خاصة للعريس والعروسة واللي يبدلوا الملابس، ودخلناها وغطيناها وسار بهذا الوضع. فقالت يا شيخ هذه ابنتي كانت مولعة بالغناء، كانت من ورايا ترسل أخوها الصغير تعطي له فلوس يشتري له حلاوة وتقول له روح لآخر التسجيلات ذاك، جيب لي اخر الشريط السي دي للفلان الفلاني الفلان الفلاني كله عشان تستمع. لا بالدس عنه. فاراد الله ان ياخذ ويقبض روحها وهي على هيئه راقصه. نسال الله العافيه، والله اعلم ايش كانت يعني تعمل، نسال الله ان يتوب عليها ويغفر نعم. لها ويرحمها نعم. ويصبر اهلها. ولا نحكم عليها يا اخوان كما ذكرت، ما نحكم عليها. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. نعم. ما كانت تتصور هذه يوم من الأيام تموت على خشب أو منصة الرقص.